ترجع زي التقرير اللي شفناه ظاهرة تغيير المدربين وانديه كتير، لدرجه ان انت الدوري من ساعه ما بدا لحد ما انتهى كابتن علي ماهر في فيوتشر هو اللي استمر، هو الكابتن خالد جلال من اول مباراه لغايه غير كده ال 16 نادي غير. من ضمن الناس اللي عانت في الموضوع دوت المقاولين العرب، كابتن عماد النحاس في البدايه شويه، وجه كابتن عوده، ونهيت بالكابتن شوقي غريب. فخليني بقى اسالك في حته شوقي غريب دي بالذات، لان طبعا دي حاجه تتحسب لشوقي غريب ان هو خاطر طبعاً وخد المجازفه دي، بس عايزك تقول لي ايه سبب الانتفاضه الاخرانيه مع شوقي غريب؟ بص خليني ابدا الاول بفكره تغيير المدربين. انا طبعا ضد الموضوع ده تماما. انا راجل بتكلم دلوقتي من منطلق او من منظور ان انا موجود جوه المنظومه، فانا عارف يعني هبقى شايف الموضوع اللعيبه بتبص له ازاي. هو حاجه مش صحيه خالص ان انت كل شويه تغير مدرب، لان انت تبدا بتشتغل مع مدرب بفكر معين باسلوب معين وبعدين كله بيتغير، وبعد كده انت كل ده بيتغير. فانت اللاعب المصري برضو الموضوع بالنسبه له مش سهل، اللي هو يقدر يعمل شيفت ان انا هتعامل مع مدير فني بفكر تاني، فان انا اقدر اتاقلم على الموضوع ده. فالموضوع ده يا ريت انها بطريقه لعب بس، لا ده حتى بقناعات بامكانيات لعيبه. يعني مثلا ممكن الاقي 5 6 بالفرقه دولت ما يلعبوش وانا شايف 5 6 غيرهم يلعبوا. كل حاجه بتتغير، كل حاجه. ممكن طريقة أكلك، حاجات بره الكورة، طريقة أكلك بتتغير من مدرب مع مدرب، كفكر مدرب في أكلك، في نومك، في تمارينك، في حمل تمرين، في فكر التدريب بقى معين في الملعب، في التكتيك، في حاجات كتيرة. فأنت بتغير حاجات كتيرة جدا، فالموضوع مش سهل خالص إن أنت كلعيب تقدر زي ما بقولك تعمل الشيفت ده، إن أنت تأقلم نفسك بسرعة مع المدرب الجديد. فالموضوع بقولك مش حاجه كويسه خالص، الا بقى لو خلاص انت شايف الامور خلاص ما فيش منها، ما فيش حاجه، انت خلاص رايح لسكه مش كويسه. فلا، هنا لابد من تغيير. انما انت تغيير عمال على بطال، ده مش حاجه كويسه خالص وما تفيدش الانديه. بالنسبه للكابتن شوقي طبعا زي ما انت بتقول، هو الراجل يعني احنا كلعيبه ما صدقناش ان الكابتن شوقي اصلا ممكن يجي في التوقيت ده. لما الكابتن عوده مشي احنا كنا خلاص، احنا تفكيرنا ان يعني ابسط حاجه ممكن يجي حد من ولاد النادي، حد من قطاع الناشئين. ولا الناس كتير قوي مبدئيا قبل ما تكمل كلامك، انت في اللقطه اللي انت كنت فيها في قبل في المركز قبل الاخير ومنظر المقاولين في الجدول، الموضوع منتهي خلاص. ده حقيقي والماتشات اللي ناقصاله كمان خد بالك، فالموضوع كان منتهي. لا الموضوع كان صعب، يعني صعب لدرجه فوق ما انت تتخيل. بدأت لعيبة كتير جدا في الفرقة تستسلم للأمر الواقع. حلو. إيه اللي